لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن ذلك قوله تعالى: من ذلك يعني من أدلة خلق الله عز وجل لأفعال العباد وجعله إياهم يفعلون. هذا الباب مهم جدا في هذه المسألة العظيمة. قال: ومن ذلك قوله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. هذا الكلام عن فرعون وجنده بعد أن أرسل في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون. هم إنما خرجوا باختيارهم، هذا فعل اختياري. هناك أنواع من الإخراج أخرى سيأتي ذكرها اضطرارية، كإخراج الله إيانا من بطون أمهاتنا، لكن ليس هذا هو الإخراج الذي أخرجه الله لآل فرعون. فكان هذا فعل بإرادتهم واختيارهم، وسماه الله إخراجا. هو سبحانه وتعالى له فعل فيه، وفعله إيجاد الهمة والعزيمة والإرادة وإعطائهم القدرة على الخروج حتى خرجوا. وقد أخبر أنه هو الذي أخرجهم، فالإخراج فعله حقيقة والخروج فعلهم حقيقة. لابد من التفرقة بين فعل العبد وبين فعل الرب. ولذلك صح أن نقول: العبد فاعل منفعل في أفعاله الاختيارية، منفعل فقط في أفعاله الاضطرارية، لأنه كان له إرادة وقدرة في الفعل الاختياري، ولم يكن له إرادة ولا قدرة في الفعل الاضطراري. هو منفعل يعني الله الذي جعله يفعل، وقع عليه فعل غيره الذي هو هنا الإخراج. الخروج هو فعله حقيقة لأنه وقع بقدرة وإرادة من العبد. يقول: ولولا إخراجه لما خرجوا. وهذا بخلاف قوله: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذا الإخراج يوم القيامة إخراج إيه؟ بإرادة من العباد؟ اضطراري فعلا، ليس بإرادة ولا بقدرة ولا يمتنعون، إنما يجدون أنفسهم قد خرجوا. لكن الإخراج الأول الذي إخراج بني آل فرعون من جنات وعيون كان من خلال فعلهم. ويقول: وقوله: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو ده في الاثنين، لأن في نقص في الإرادة. هم اتفقوا على الخروج فخرجوا بإرادتهم لتخفيف الضرر عليهم الذي كان يمكن أن يكون قتلا، أن يعذبهم الله بالقتل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، لكن كان هذا تخفيفا، فوقع الاتفاق على الخروج فخرجوا بإرادتهم. من دليل ذلك أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، كانوا يأخذون حلق البي الأبواب، الأبواب وحلق كل ما استطاعوا حمله خرجوا به، لكن لما لم تكن إرادة كاملة كأنه جعله من هذا الباب. الأسير الذي يحمل نتيجة نقص الإرادة، هو في الحقيقة لما يقولوا له امشي معانا يا إما هنقتلك، هو بيمشي غصبا عنه؟ لا، اقول لك امشي انت غصب عنك، لما يكتفوه يرموه في العربيه وياخدوه او يحطوه على بعيره وياخدوه، يبقى ده ايه؟ غصب عنه 100%، اللي هو الاكراه الايه؟ الملجئ. ولكن هي تصلح لان الاراده لم تكن كامله، وان كان ده اقرب الى الاستدلال بالايه اللي هي زي اخرجناهم، لان ربنا قال: ما ظننتم أن يخرجوا،
وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فهم قد خرجوا بإرادة تحت ضغط، لم تكن أرجلهم تتحرك رغم عنهم، ولم يحملوا حملة، وإنما هم الذين اختاروا أن يكونوا في أذرعات، واختاروا أن يكونوا يعني يخرجوا بما حملت الرواحل، وأهون عليهم من أن يقتلوا وتسبى نساؤهم. لكن إخراج يوم القيامة والآتي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، هذا إخراج لا صنع له فيه تماما، هو انفعال فقط، خرج من بطن أمه، نعم يصلح أن يكون فعلا مجازيا، ليس كخروج طائفة إلى بلد أخرى تحت الإكراه. يقول فإنه بغير إن هو قوله الله أخرجكم من بطون أمهاتكم هو بغير اختيارهم وإرادتهم. وأما قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فيحتمل أن يكون إخراجا بقدره ومشيئته، فيكون من الأول اللي هو إخراج فعل الله، الخروج فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم في طاعة الله، اللي هو من جنس الإخراج، أقصد يعني في كون أن الله قد أفعلهم، الأول اللي هو إخراج الفرعون، مع الفرق العظيم الهائل بين الإخراجين، هؤلاء خرجوا بغيا وعدوى الفراعنة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج جهادا في سبيل الله. ويحتمل أن يكون إخراجا يوجبه بأمره، يعني أخرجك أمرك أن تخرج، والأول أصح، فإنه أخرجه أمره أن يخرج ووفقهم للخروج، ولم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى كراهية فريق من المؤمنين، فهذا كله دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجهم خروجا اختياريا، أخرجهم بخروج اختياري من المدينة للجهاد في سبيل الله. يقول فلا يكون من هذا، ما لا يكون من باب القضاء والقدر أصلا، حيكون في شرعي فقط، قلنا الراجح لا، فيكون الإخراج في كتاب الله ثلاثة أنواع، أحدها إخراج الخارج باختياره ومشيئته، الثاني إخراجه قهرا وكرها، بس قلنا ده اللي ينطبق عليه أنه هو إخراج الفعل العبد فيه فعل اضطراري فقط مجازي ليس حقيقي، هو الذي تم بغير حركة منه. أما اللي هو هيكون بفعل العبد لكن تحت الإكراه، هو في الحقيقة من ضمن ما يكلف به، لأن احنا ساعتها هنقول له أنت يجوز لك أن تخرج ولا لا، ماشي كده؟ يعني الذين أكرههم آباؤهم على الخروج ضد المسلمين، ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في غزوة بدر، أو أكره غير معتبر، ولو خرجوا لما جاز لهم أن يقاتلوا، فخروجهم بهذه الصفة رغم كراهيتهم له ليس إيه؟ ليس عذرا، عشان كده التكليف ما سقطش. ليه؟ لأن في قدر من الإرادة، حتى ولو كانت مش كاملة زي إرادة من لم يكره أو من لم يكن كارها، في درجات، في حاجة بتسقط مع التكليف الكلية زي الإكراه الملجئ يجعل العبد منفعل فقط، في حاجات يبقى التكليف ويحاسب العبد إيه اللي يجوز وإيه اللي ما لا يجوز من الإكراه، في بلا بكراهة ولا دون إكراه، وفي بإرادة واختيار وحب. الثاني إخراجه قهرا وكرها، والثالث إخراجه أمرا وشرعا، يعني شرع الله أن يخرجوا، لا يلزم من ذلك وقوعه. فصل. وقد ظن طائفة من الناس أن من هذا الباب قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وجعلوا ذلك من أدلتهم على القدرية، اللي هم حيبوا جبرية هيقولوا أفعلنا ليست أفعالا،
حتى الاختيارية، أن ربنا نفاها مع أنهم قتلوهم، وربنا نفى الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أثبته، قالوا فلم يبقى إلا أن العبد منفعل فقط، وأن فعله شغل، وأن فعله ليس إلا فعل مجازي، وأنهم فعال في الحقيقة، ولذا صح نفيه. يقول ولم يفهموا مراد الآية وليست من هذا الباب، فإن هذا خطاب لهم في وقعة بدر، حيث أنزل الله سبحانه ملائكته في موقع غير صحيح، فقتلوا أعداءه. في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وفي السيرة هو رحمه الله، هو في الصحيح أن غلامين من الأنصار قتل أبا جهل يوم بدر، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الدم في سيفيهما كلاكما قتله مع قوة أبي جهل وضعف الغلامين، أجرى الله تعالى ضربهما وأنفذه، وجعلهما الله تعالى سببا لقتله، فأثخناه بجرحه حتى جاء ابن مسعود فبرك على صدره وجز رأسه فتأمل. يعني في أفعال يفعلها العبد لا تبلغ بقدرته ومشيئته ما بلغت لولا أن الله عز وجل الذي أبلغها. فهذا الجزء الذي ليس بقدرة الإنسان ولا مشيئته يصح نفيه عن العبد وإن كانت بداية الفعل منه، ويكون هذا الجزء فعلا انفعال لا يصح أن ينسب العبد لنفسه ذلك. وأما الفعل الذي فعله ابتداء بإرادته ومشيئته الذي لم يكن ليصل إلى هذه النتيجة هو إيه؟ هو فعله الذي وقع بإرادته واختياره، فهو فعل اختياري فاعل فيه حقيقة وليس مجازا. الرسول صلى الله عليه وسلم رمى، الرمية دي فعل له إذ رمى، الغرض منها الذي هو أن تصل إلى وجوه وعيني كل كافر حتى يظل مشغولا، هذا ليس في قدرته عليه الصلاة والسلام. وهي الرمي الذي هو رمي الله عز وجل هو متصل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا الذي هو بفعل الله عز وجل، لكن الجزء الأولاني من الرمي هو فعل حقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال إذ رميته، ولكن الجزء الثاني من الفعل انفعال، إن الرمية دي تتوزع حصياتها وذرتها على عيون 1000 رجل، يعني يبقى فيها 2000 حصايا كل منها أو رملة تروح لعين كل واحد، ليس في قدرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله بينما رجل من الأنصار يشتد في إثر الرجل من المشركين إذ سمع الفرس، إذ سمع صوت الفارس وهو يقول أقدم حيزوم، فإذا الكافر قد سقط أمامه وخطم وجهه فاخضر ذلك أجمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ملك من السماء الثانية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مدى السماء الثانية. فهذا النوع من القتل الجري بتاعه والقتال، وربما القتل الضربة تبقى خفيفة يقوم ايه؟ يقوم تكمل، زي قتل أمية بن خلف وهو في الحديد لا يرى منه شيء، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحربة وايه؟ ويضربه بها فيموت من ذلك. وكان أمية بن خلف ولا كان مين؟ ها؟ أمية ده كان ها؟ لأن أمية اتقتل في بدر ودي كانت ها؟ بلال هو الذي قتل أمية، صحيح أنا أقصد أبي بن خلف اللي هو الرسول قتله في غزوة أحد،
فضربة زي دي ما توصلش، ولكن الله قتله بها. فكم من ضربات بيضربها المسلمون في القتال تؤثر قتلا، ولكن التأثير الحقيقي مش في هذه الفعلة. زي قال كلاكما قتله تطيبا لخواطرهما. ها؟ اللي هي الدبة؟ صحيح، رماها فقتله. قصة غلام الأخدود، قال ايه؟ فاقتل الدبة فرماها فقتله. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بالفعل ايه؟ من فعله، وهي ضربة غلام صغير بحجر لدبة عظيمة لا تؤثر هذا الأثر. فده اللي بيختلط على كثير من الناس، ينظر عايز يخلي الفعل كله انفعال وليس فعلا حقيقيا. لا، الفعل فيه جزء حقيقي ماشي كده، اللي هو بدايته، وأما غايته فانفعال، فعل مجازي صح نفيه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهمنا؟ قال فلم ينفرد المسلمون بقتلهم بل قتلتهم الملائكة. وأما رميه صلى الله عليه وسلم فمقدوره كان هو الحذف والإلقاء، أما إيصال ما رمى به إلى وجوه العدو مع البعد، وإيصال ذلك إلى وجوه جميعهم فلم يكن من فعله ولكنه فعل الله وحده. فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت له الحذف بقوله إذ رميت، ونفى عنه الإيصال بقوله وما رميت. الجزء الأول من الفعل فعل حقيقي مثبت، والجزء الثاني متصل به شكله في الظاهر ممتد للرمية الأولى وهي معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لكن الثاني انفعال، الثاني فعل مجازي. سبب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله وأنه هو أضحك وأبكى. والضحك والبكاء فعلان اختياريان للعبد، على الأقل البدايات. يعني الواحد ساعات يبقى مش قادر يمسك نفسه من البكاء، بس طريقة التفكير بتوصله. ولذلك يقول له ما اوعى تبكي، لو هو صرف تفكيره بطريقة معينة ممكن ما يبكيش فعلا، لو هو مأمور بذلك مثلا في حال من الأحوال. والضحك كذلك، لو قعد يفكر بعد كده يقعد يضحك ما يقدرش ايه، يقدرش يسكت، لا يملك نفسه من البكاء، لا يملك نفسه من الضحك. بس بداية الفعل ايه؟ اختياري. فهو سبحانه المضحك المبكي حقيقة، والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة، ولذلك يجوز العقوبة على ذلك. يعني لو واحد ضحك في الصلاة تبطل الصلاة، وينبغي أن يعاقب إذا تكرر منه ذلك. ليه؟ هو يقول لك أنا غصب عني ضحكت، العيال ضحكوني، زي العيال الصغيرين مثلا يتضربوا عشان إيه؟ عشان يصلوا صلاة صحيحة، عشان لما يفتكروا الضرب ده يتوقفوا عن التفكير واللعب اللي بيخليهم يضحكوا إيه؟ غصب عنهم، حتى يبين منهم حروف مثلا. وكذلك الكبار، ممكن يقول له واحد ما تعيطش، لو عيطت في الحال ده تبقى انت عندك جبن وخور ونحو ذلك وعجز. طب لا تبكي، لا تبكي ان احد بعد ثالثة ثلاث ايام وبعد كده ما حدش يبكي على ميتي. هو يعمل ازاي يعني؟ من كتر الحزن، لكن هو بيقعد يفكر بطريقة معينة لغاية ما ايه؟ ما يصرف عنه البكاء او لغاية ما يبكي. تأويل الآية بخلاف ذلك اخراج للكلام عن ظاهره غير موجب، ولا منافاة بين ما يذكر من تلك التأويلات وبين ظاهره. فإن إضحاك الأرض بالنبات وإبكاء السماء بالمطر وإضحاك العبد وإبكاءه وإضحاك العبد وإبكاءه بخلق آلة الضحك والبكاء له لا ينافي حقيقة اللفظ. لم يأولوا تأويلات كده علشان يخرجها أنها أفعال اختيارية. غلط طبعا، لا شك أن هذه غير هذه، وليس فقط خلق آلات الضحك والبكاء، بل هناك إيه؟ خلق الإرادة نفسها وخلق الضحك نفسه، وأن الإرادة كانت موجودة لما فكر وتبقى معنا زمان.
يقول: والبكاء له لا ينافي حقيقة اللفظ وموضوعه ومعناه، من أنه جاعل الضحك والبكاء فيه، بل الجميع حق. ومن ذلك قوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. رؤية البرق أمر واقع باختيارهم، يبصوا، وقد يكون جزء منه بغير اختيار، الذي إذا وقع فجأة، يعني أنت في بعض بتبص للسماء، شوف البرق، فتبص، وبعدين تبقى أنت ماشي كده وبصيت لقيت إيه؟ البرق وقع على عينك من غير إرادة. لكن إيه؟ يريكم البرق، الاثنين حاصلين داخلين في العموم، وبالتالي يقع منها اللي الإنسان بإيه؟ بيبصره بإرادته. يقول: فالإراءة فعله، والرؤية فعلنا، فعل الله. ولا يقال إراءة البرق في خلقه، إراءة البرق خلقه، خلق البرق، فإن خلقه لا يسمى إراءة، ولا يستلزم رؤيتنا له. في برق كتير جدا في الدنيا كلها ما احناش حاسين بيه، صواعق بتضرب الأرض، يجيبوا صورة كده مصورها وكالة ناسا، ده الأرض تضربها صواعق يعني كل ثانيتين ثلاثة، وفي حتة معينة لو جابت الأرض كلها يبقى كل ثانية في إضاءات، ولكن أكثر الناس لا يرون ذلك. حاجات بتتكسر في الطبقات العليا من الجو، في حاجات بتقع في البحر. يقول: بل إراءتنا له جعلنا نرى، وذلك فعله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الخضر لموسى: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ولو الأشد ليس من فعلهما، استخراج الكنز من أفعالهما الاختيارية، وقد أخبر أن كليهما بإرادته عز وجل سبحانه. الكلام من أحسن الكلام، إن في أفعال اختيارية وعلى اضطرارية، والاثنين بإرادة الله عشان يشمل العموم. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، الواحد بيكبر بإرادته ولا غصب عنه؟ احنا بنطول كده لوحدنا يعني، ونلاقي نفسنا كبرنا، ونلاقي شبنا، أفعال تقع فينا رغما عنا، وهناك أفعال باختيارنا. ومن ذلك قوله تعالى عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وليس إذنه هاهنا أمرا وشرع أمره وشرعه، وليس إذنه أمره وشرعه، لأنه محرم، السحر محرم، بل قضاؤه وقدره ومشيئته، فهو إذن كوني قدري، لا ديني أمري. ومن ذلك قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكلمة التقوى هي الكلمة التي يتقى الله بها، وأعلى أنواع هذه الكلمة هي قول لا إله إلا الله، ثم كل كلمة يتقى الله بها بعدها فهي من كلمة التقوى. ولذلك البداية في الكتابات بسم الله الرحمن الرحيم من كلمة التقوى، كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم أصل التقوى لا إله إلا الله. وقد أخبر سبحانه أنه ألزمها عباده المؤمنين، مش عبادة المؤمنين، عباده المؤمنين، فجعلها لازمة لهم لا ينفكون عنها، بإلزامه التزموها، ولولا إلزامه لهم إياها لما التزموها. والتزامها فعل اختياري تابع لإرادتهم واختيارهم، فهو الملزم وهم الملتزمون. فعلهم الالتزام اختيارا، هم الذين نطقوا الشهادتين بإرادتهم، لم ينطقوها كرها، ولكن هو عز وجل الذي ألزمهم، فعله الإلزام، وهو وضع الشيء في موضعه. كانوا أحق بها وأهلها، الكفار ليسوا أهلا لها في تلك الحال، ليس أهلا لها في تلك الحال. ليه بنقول تلك الحال؟ عشان بعضهم أسلم، زي إيه؟
سهيل نفسه، سهيل أسلم بعد ذلك. ومن ذلك قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وهذا تفسير الهلوع. والهلع شدة الحرص الذي يترتب عليه الجزع والمنع، فأخبر سبحانه أنه خلق الإنسان كذلك، وذلك صريح في أن هلعه مخلوق كما أن ذاته مخلوقة، لأن دي صفات وأفعال، الجزع والمنع أفعال العبد وقد خلق كذلك. إذن فالإنسان بجملته ذاته وصفاته وأفعاله وأخلاقه مخلوق لله، ليس فيه شيء خلق لله وشيء خلق لغيره، أو الصح يبقى ليس فيه شيء خلق لله وشيء خلق لغيره. بل الله خالق الإنسان بجملته وأحواله وأحواله كلها. فالهلع فعله حقيقة، اللي هو الصفتين: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، اللي هو الجزع والمنع. والله خالق ذلك فيه حقيقة، فليس الله سبحانه بهلوع ولا العبد هو الخالق لذلك. مين اللي بيقولوا الله هو الهلوع؟ اللي بيقولوا أفعال العباد هي أفعال الرب، وهي أفعال لهم مجازية وليست حقيقية، ذو الجبرية، أو من ينسبون إليهم الأفعال بلا إرادة ولا أثر للقدرة والإرادة، الأشاعرة. ولا العبد هو الخالق لذلك، لو قول ليه المعتزلة القدرية. فصل. ومن ذلك قوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. سبحان الله. إذنه هنا قضاؤه وقدره، لا مجرد أمره وشرعه. ليه؟ لأن الأمر الشرعي، الإذن الشرعي والأمر الشرعي مكلف في كل العباد، ليس بعضهم دون بعض. لكن هنا قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. الشرعي لا، ما يبقى كل الناس يعني هيؤمنوا كده، لكن لابد أن يكون هناك الإذن القدري الكوني حتى يقع منه الإيمان. كذلك قال السلف في تفسير هذه الآية، قال ابن المبارك عن الثوري: بقضاء الله. قال محمد بن جرير: يقول جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما لنفس خلقتها من سبيل إلى أن تصدقك إلا بأن آذن لها في ذلك، فلا تجهدن نفسك في طلب هداها، وبلغها وعيد الله ثم خلها، فإن هداها بيد خالقها. وما قيل وما قبل الآية وما بعدها لا يدل إلا على ذلك، فإنه سبحانه قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. أي لا تكفي دعوتك في حصول الإيمان حتى يأذن الله لمن دعوته أن يؤمن. الصحيح: وما ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ليس قهرا بل باختيار منهم. يعني ليس قهرا، إن البعض بيقول لا أكرههم الله على الإيمان، زي ما جعل قلبهم بيدق يخلقهم إيه مؤمنين، أو ينزل آيات معجزة لا يجدون معها يعني إلا الإيمان، زي يوم القيامة كل الناس هتؤمن عندما يرون الآيات الأهوال العظيمة، غصبا عنهم هيقنوا بالبعث، وغصبا عنهم هيقنوا بالإيه بوحدانية الله عز وجل وبالرسل لما يشوفوا قدام عينيهم. لكن ده الإيمان ليس إيه، ليس هو المقبول عند الله. برضو شروق الشمس من المغرب كل الناس تنزل.
لكن الصحيح ان معناها ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا ان يخلق الله فيهم الايمان. اذا هو عز وجل الذي شاء ان ينقسم الى مؤمنين وكفار بقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال ابن جرير يقول تعالى يا محمد قل لهؤلاء المشركين السائلين الايات على صحة ما تدعوهم إليه من توحيد الله وخلع الأنداد والأوثان انظروا أيها القوم ماذا في السماوات من الآيات الدالة على حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الله من شمسها وقمرها واختلاف ليلها ونهارها ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابها وفي الأرض من جبالها وتصدعها بنباتها وأقوات أهلها وسائر صنوف عجائبها فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم عظة ومعتبرة ودلالة على أن ذلك من فعل من لا يجوز أن يكون له في ملكه شريك ولا له على حفظه وتدبيره ظهير. لا ليس له معين على حفظ هذا الكون وتدبيره ولا له على حفظه وتدبيره ظهير يغنيكم عما سواها من الآيات. قل انظروا تغنيكم عما سواها وما يغني ذلك عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء وقضي عليهم في أم الكتاب أنهم من أهل النار فهم لا يؤمنون بشيء من ذلك ولا يصدقون به ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وذلك سبحان الله شوف الملحدين النهاردة يبقى غصب عنهم ملحدين ولا عمالين يملوا العالم كله ايه شر وفساد واليهود والنصارى والمشركين غصب عنهم بقوا كده غصب عنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ده هم فخورين جدا بايه بدينهم وكفرهم وإلحادهم حدش منهم بيقول ابدا انا لقيت نفسي غصب عني كده. ومن ذلك قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال ابن جرير وكل إنسان ألزمناه ما قضي له أنه عامل وما هو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا يفرق. وهذا يجمع ما قاله الناس في الآية وهو ما طار له من الشقاء والسعادة. طار يعني قدر نصيبه حظه وما طار عنه من العمل ما وقع منه من العمل. ثم ذكر ابن عباس قال طائره عمله وما قدر عليه. شو جمع بين العمل الاختياري وبين القضاء والإيه والقدر فهو ملازمه أينما كان وزائل معه أينما زال. وكذلك قال ابن جرير طب ده الكلام ده عليه غصب عنه بقى ملزم ملوش اختيار. لا ملزم له اختيار. مشكلة ان انت تحط عدة غلط. ملزم ملوش اختيار. مين اللي قالك ان ملزم في افعال العباد ملوش اختيار؟ الاب والام والولد. ازاي هم خلفوه وهما ما خلقوهوش؟ هي كده واضحة جدا زي الشمس. ازاي هو ملزم وهو اختار؟ واضحة جدا زي الشمس لمن تأملها. كذلك قال ابن جريج وقال قتادة ومجاهد هو عمله هو طائره وما كتب الله له. قال قتادة ايضا سعادته وشقاوته بعمله ما شاء الله. هو ده الاتقان السلف تلاقيه كلام واضح فاهمين العقيدة من القرآن كيف تكون. قال ابن جرير فإن قال قائل فكيف قال ألزمناه طائره في عنقه إن كان الأمر على ما وصفت ولم يقل في يديه أو رجليه أو غير ذلك من أعضاء الجسد. يعني ما هو بيعمل حاجات بأيديه ورجليه اشمعنى العنق؟ قيل إن العنق هي موضع السمات وموضع القلائد والأطوقة وغير ذلك مما يزين أو يشين. فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة لبني آدم وغيرهم إلى أعناقهم وكثر استعمالهم ذلك حتى أضافوا الأشياء اللازمة سائر البدن
إلى الأعناق، كما أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد فقالوا ذلك بما كسبت يداه، وإن كان الذي جر عليه لسانه أو فرجه فكذلك قوله ألزمناه طائره في عنقه. فقال الفراء الطائر معناه عندهم العمل، ولكن التفسيرين صحيحين، ما كتب له نصيبه من الشقاوة والسعادة وكذلك عمل، عشان كده قلنا الاثنين صحيحين. قال الأزهري والأصل في هذا أن الله سبحانه لما خلق آدم علم المطيع من ذريته والعاصي، فكتب ما علمه منهم أجمعين، وقضى بسعادة من علمه مطيعا وشقاوة من علمه عاصيا، فطار لكل واحد ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه. زي ما قلنا علم، وقد قضى عز وجل أن منهم قد أراد عز وجل أن منهم الشقي والسعيد، قد قبض قبضة بيميني وقال هؤلاء في النار في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشمالي وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. إذن أراد ذلك سبحانه وتعالى، ولو أراد أن يجعلهم أمة واحدة لجعلهم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن هذا الذي وقع من تقسيمهم إلى طائع وعاصي إلى شقي وسعيد هو من بإرادة الله وخلقه. وأما قوله في عنقه فقال أبو إسحاق إنما يقال للشيء اللازم هذا في عنق فلان، أي لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق. قال أبو علي هذا مثل قولهم طوقتك كذا وقلدتك كذا، أي صرفته نحوك وألزمتك إياه، ومنه قلده السلطان كذا، أي صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة مكان الطوق، في موضع القلادة ومكان الطوق. مع أنه لما بيحكم بيحكم بيه باختيار، بيظلم أو بيعدل، كل ده فعل، مش أن السلطان هو الذي ألزمه ذلك، إلزام من تزول عنه الإرادة. ولذلك صح أن نقول ألزمه الله بإرادته بعمله، سعادته وشقاوته بعمله، كما قال قتادة عين الصواب. وقيل إنما خص العنق لأن عمله لا يخلو إما أن يكون خيرا أو شرا، وذلك مما يزين أو يشين كالحلي والغل فأضيفت إلى الأعناق. قالت القدرية إلزامه ذلك واسمه به وتعليمه بعلامة يعرف الملائكة أنه سعيد أو شقي، والخبر عنه بذلك لا أنه ألزمه العمل فجعله لازما له. طبعا التانيين اللي هم الجبرية هيحتجوا بظاهر الآية أقوى بكتير، وأهل السنة هيوافقوه من ده العمل، وهيردوا إن الإلزام لا يسمى لا يسمى تسمية أو علامة أو تعليما أو خبرا. قال أهل السنة هذه طريقة لكم معروفة في تحريف الكلمة عن مواضعه، سلكتموها في الختم والطبع والقفل أو القفل، وهذا لا يعرفه أهل اللغة، وهو خلاف حقيقة اللفظ، وما فسره به أعلم الأمة بالقرآن الصحابة التابعين، ولا يعرف ما قلتموه عن أحد من سلف الأمة البتة، ولا فسر الآية غيركم به، ولا يصح حمل الآية عليه، فإن الخبر عنه بذلك والعلامة التي أعلم بها إنما حصل بعد طائره اللازم له من عمله. يعني الملائكة عرفته منين إنه طائر ولا عاصي؟ مما ويعلمون ما تفعلون، مش كده؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني لما تلفظ أنت تتلفظ أنت الأول. فإن الخبر عنه والعلامة التي أعلم بها إنما حصل بعد طائره اللازم له من عمله، فلما لزمه ذلك الطائر ولم ينفك عنه أخبر عنه بذلك. وفي الحقيقة أيضا في معنى آخر للإلزام، وهو أن الذي مضى من عمله لا ينفك عنه، إنما يقبل الله عز وجل توبة من تاب. يعني هل واحد ينفع بعد مدة من الزمن
يقول انا لغيت عملي اللي فات وما مسحته. هي ما فيش غير التوبه، لكن اصلا مش هيتلغى ان انت عملت، انت كسرت الطبق. ما ينفعش اقول انا هلغي ده وارجع الطبق زي ما كان، لازمك الامر. واحد شرب خمر، زنى، قتل، لازمه ذلك العمل. ما ينفعش يتقال ان هو ايه خلاص لغاه او يمحوه، لكن يقدر يمحو اثره من كرم الله عز وجل انه فتح باب التوبه لكي يتوب الانسان ويمحو اثر الفعل. اما ان هو فعله خلاص لازمه، طار منه. واخبلك خلاص بقى انت عملت كده، ممكن ما تتعاقبش على فعلك ده لو تبت الى الله عز وجل، لكن لا يعني ذلك ان انت ايه ما عملتش خلاص، وعملته باختيارك وارادتك. يبقى عليك ان انت مكلف بالتوبه. فلما لزمه ذلك الطائر ولم ينفك عنه اخبر عنه بذلك، وصارت عليه علامه وسمه. ونحن قد اريناكم اقوال ائمه الهدى وسلف الامه في الطائر، فارونا قولكم عن واحد منهم قاله قبلكم. انه علامه ولا سمه؟ فتحريف فعلا. عشان كده لما نقول كتاب وسنه بايه؟ بفهم سلف الامه، ما تجيش بكلام جديد خالص تقول لي ده اللغه قالت كده. حتى لو هي اللغه كده، مع ان اهل اللغه لا يعرفون ذلك، بس ما ينفعش. هو السلف جابوا كده منين؟ من مجموع النصوص. ما انت عمالين نجيب ايات من اول ما قعدنا، مش كده؟ احنا بقى لنا قد ايه في الباب ده؟ وكلها ايات، وفي اول الكتاب عباره عن ايات وايه؟ واحاديث. فانت الوحي نزل بذلك. فالسلف هم اللي تشربوا عقيدة الكتاب والسنة، فعشان كده عبروا عنها بما يدل عليها. يجي واحد أصلا مش عاجبه الآيات والأحاديث فبيحرفها عن معانيها ويكذب الأحاديث إذا لم توافق هواه، يوم يحصل إن هو يجيب عقيدة تانية خالص، منهج تاني خالص، حلال وحرام تاني خالص، لأن أنت رفضت النصوص، رفضت الوحي، إما بتأويل القرآن أو السنة المتواترة أو برفض أحاديث الأحاد كما تزعمون. يقول: وكل طائفة من أهل البدع تجر القرآن إلى بدعها وضلالها وتفسيرها بمذاهبها وآرائها، والقرآن بريء من ذلك، وبالله التوفيق. ومن ذلك قوله تعالى: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. سلك عدم الإيمان، سلك عدم الإيمان. وقع هذا المعنى في القرآن في موضعين المكتوبة، قد وقع هذا المعنى في القرآن في موضعين، هذا أحدهما، والثاني في سورة الشعراء في قوله: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لو برضو ما كانوا به مؤمنين سلك في قلوبهم. أي من الموضعين الأولانية سورة الحج؟ مكتوب الحجرات، صح، خطأ، سورة الحج. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. قال ابن عباس: المعنى سلك الشرك في قلوب المكذبين كما سلك الخرزة في الخيط. قال أبو إسحاق: أي كما فعل بالمجرمين الذين استهزأوا بمن تقدم من الرسل، كذلك سلك الضلال في قلوب المجرمين. نعم، بس قال سلك الشرك، أبو إسحاق قالها سلك الضلال. واختلفوا في مفسر الضمير في قلوب نسلكه، فقال ابن عباس: سلكنا الشرك، وهو قول الحسن، وقال الزجاج وغيره: وهو الضلال، وقال الربيع: يعني الاستهزاء، قال الفراء: التكذيب. لأن الآيات إيه؟ فما كانوا به مؤمنين، أو ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، والاستهزاء مستلزم التكذيب، أو في الحقيقة زي ما قلنا لا يؤمنون، هو ده التكذيب والاستهزاء. هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد، والتكذيب والاستهزاء والشرك كل ذلك فعلهم حقيقة. وقد أخبر أنه سبحانه هو الذي سلكه في قلوبهم. وعندي في هذه الأقوال شيء، فإن الظاهر أن الضمير في قوله لا يؤمنون به هو الضمير في قوله سلكناه، فلا يصح أن يكون المعنى لا يؤمنون بالشرك والتكذيب والاستهزاء، فلا تصح تلك الأقوال باختلاف مفسر الضميرين، والظاهر اتحاده. فالذي لا يؤمنون به هو الذي
سلكه في قلوبهم وهو القرآن، لو الصح سلك التكذيب به، سلك عدم الإيمان به. فإن قيل فما معنى سلكه، فما معنى سلكه إياهم في قلوبهم وهم ينكرونه؟ قيل سلكه في قلوبهم بهذه الحال، سلكناه غير مؤمنين به، فدخل في قلوبهم مكذبا. هو الصح أن في الذين دي إنها في الذي، فالذي لا يؤمنون به هو الذي سلكه في قلوبهم. القرآن هو الذي لا يؤمنون به، القرآن هو الذي سلك به مكذبا، دخل في قلوبهم مكذبا، كما دخل في قلوب المؤمنين مصدقا به. وهذا مراد من قال، وهذا مراد من قال إن الذي سلكه في قلوبهم هو التكذيب والضلال، ولكن فسر الآية بالمعنى، وده مطلوب. وممكن زي ما قلنا لا يؤمنون به، هو دي اللي تفسر سلكناه، الضمير يعود على إيه؟ ما تضمنه لا يؤمنون به وهو عدم الإيمان، الذي هو التكذيب، الذي هو الاستهزاء. ويكون الضمير راجع للقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل به بالرسول أقرب. دي أقوال كلها متلازمة، ما فيش اختلاف منها. ها؟ أقرب في الحج وفي الشعراء القرآن، لأنه قال ولو نزلناه على بعض الأعجمين. يقول ولكن فسر آية بالمعنى، فإنه إذا دخل في قلوبهم مكذبين به فقد دخل التكذيب والضلال في قلوبهم. فإن قيل فما معنى إدخاله في قلوبهم وهم لا يؤمنون به؟ قيل لتقوم عليهم بذلك حجة الله، فدخل في قلوبهم وعلموا أنه حق وكذبوا به. هذا يلزم أنه أن يفسر دخل في قلوبهم القرآن أي فهموه، ولا يلزم، فإن كثيرا من المكذبين لم يدخل القرآن أصلا فهما في قلوبهم، بل قالوا ماذا قال آنفا. في مش كل الكفار معاندين، ولا أن الحجة بتقوم على المعاندين فقط، بل الحجة بتقوم بسلامة الآلة، العقل والسمع. ولذلك الجهال الكفار المقلدين قامت عليهم الحجة. يعني اللي قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، اللي مش عايزين يفكروا في الحجج، اللي مش عايزين ينظروا في الآيات، علشان ده خلاف الآباء والأجداد. هل دول ما قامتش عليهم حجة؟ وهم فهمهم إيه القرآن؟ ما فيش فاهمين حاجة فيه، لا يفقهون، لا يعلمون، لا يتذكرون. ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، طبع الله على قلوبهم. كل ده إن القرآن ما دخلش. عشان كده الصحيح كلام السلف إنه التكذيب والضلال والاستهزاء ونحو ذلك كله إيه من لوازم الكلام. وإن كان كلامه هو ما هوش مضاد، هو بيفسر بطريقة إيه يعني مسألة إعادة الضمير فقط، يعني الكلام على عودة الضمير وليس على أن في اختلاف في المعنى. يقول علموا أنه حق وكذبوا به، فلم يدخل في قلوبهم دخول مصدق به، مؤمن به، مرضي به. وتكذيبهم به بعد دخوله في قلوبهم أعظم كفرا من تكذيبهم به قبل أن يدخل في قلوبهم. صحيح، أعظم كفرا لأن التكذيب على وجه العناد. عشان كده قلنا عبارة السلف أوضح وأسهل، اللي هو الكلام هو رجع في النهاية إلى كلام السلف. بنقول تكذيب على وجه العناد، بس ده مش شرط في إقامة الحجة، عشان البعض يفتكر إن لابد عشان يبقى الحجة قامت إن يكون فهم الحق وعاند. دي في الآخر تؤدي إلى الزندقة. هذا القول كما قال ابن قدامة في روضة الناظر عمن يقول بأن كل مجتهد مصيب، لو طرده في العقائد والملل كما قال الجاحظ، فقال هذا القول أوله سفسطة وآخره زندقة. يقول أما قول الجاحظ إن كل مجتهد في الملل
واستراء الحق في الملة دي الباطلة دي عبادة الشرك حتى مصيب هياخد ثواب وناجي. يقول فكفر بالله وردة عن الدين، فكفر بالله يقينا وردة عن الإسلام. وما أكثر من يقول هذا القول في زماننا. عشان كده قلنا تكذيب، تكذيبهم على وجه العناد هذا يجعلهم في سلك المعاندين، وليس كلهم على ذلك، بل كثير منهم يظنون أنفسهم على الحق، لذلك ليس هذا معتبر. يقول فإن المكذب بالحق بعد معرفته، بعد معرفته له شر من المكذب به ولم يعرفه، بس الاثنين كفار. فتأمله فإنه من فقه التفسير، والله موفق للصواب. قل هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.